جهزت نفسي وحتى بدلت وبعد مو عندي شيء وجهزت الاكل. يلا اوكي هسه خل اكل لان هاي فرصتي ما تضل جيجي حتى اما اجي. طبعا لان دائما من يجي جيجي يتحرك وياي. بس يلا اوكي خل اخذ هاي الدجاجه واخذ هاي الدجاجه همي. بس خل اقعد وبعد اكل. شنو ايش قاعد تسوين اختي؟ شنو ايش قاعد تسوي؟ قاعد تاكل. ايش قاعد تسوي؟ وليش تاكلين من الجهه مالتي؟ ما تعرفين ذي الدجاجات مالتي؟ ها ليش تاكلين من الجهه مالتي؟ هاي شنو دام راح ترجع تتحرك على الاكل؟ شوف اسمعني زين اذا تحركت مره ثانيه راح اقول لبابا عليك واقول حتى يكبر ما ينطيك. يا العوم بس انا ما اخذ ذي الدجاجات مالتك انا مخلي اكل على السريع يعني كل جوعان بس الدجاج يعني ما تكفيني. باي اسمعيني انت يا اختي مو تقولي ما احب الدجاج ليش قاعد تاكلين دجاج هوايه؟ شنو بكيفي لا عشان قبل ما اكل هو بس هذا الدجاج سهل وقاعد نطبخه لان تعرف انه ما عندنا احد يهتم بينا وما عندنا احد حتى يسوي لنا اكل. بس باي اسمعيني زين اعطيني دجاجه بعد انا اثنين ما تكفيني. لا انا هالمره ما راح اسكت عليك ابد راح اقول لبابا واقول لبابا اكل انا قاعد اسوي وهو قاعد ياخذه وياكله من عندي. يلا روح على السريع. وساني كلش ضايج هاي اختي دائما تتعارك ويا عريوب ودائما تروح تشتكي عند بابا الملك. بس انا شو اسوي هي تجيب اكل كلش قرين وين ما يكفيني دجاجتين. بس هاي كله صوت بابا الملك قلنا له روح جيب لنا المربيه بس ما جاب لنا مربيه. بس انا شو اسوي ساني كلش جوعان يلا خلي اكل على السريع. ايه صوت بابا الملك لازم احكي على جيجي طبعا. اهلا بابا صباح الخير. اهلا اهلا راني صباح النور. شوف بابا انا هالمره هم اجيت اشكلك على جيجي انت عارف سويت دجاجتين ورد ياكل حتى حصتي. يقول شنو دجاجتين ما قاعد تكفيني. اوه بنتي انت ما يصير دائما تتحركون على كل واحد بنتي ما يصير تسوون. بس على العموم هسه انا وصلت المدينه كلها انه يعثرون على مربيه ومن تجي مربيه بعد ما راح يصير مشاكل بيناتكم. شنو بابا احنا مربيه وسوينا كل الاكلات. اي بابا صدق احنا دائما ناكل دجاج واحنا ملينا يعني عاجبنا ستيك عاجبنا حلوياتي. اي طبعا بنتي هي المربيه راح تجي راح تسوي لكم كل الاكلات اللي تحبوها. اي كل زين بابا انا كلش متحمسه. زين بابا شو وقت اجي المربيه؟ انا ما اعرف بنتي احتمال اليوم او باكر انا ما اعرف بنتي. اي كل زين زين شو حسوي هسوني انا كلش فرحانه ومتحمسه يعني معقول راح يجي شخص يهتم بينا ويوفر لنا كل الشغلات اللي نحتاجها. اي لحد يلا اوكي شو راح اسوي هسوني؟ اوكي خلي اقعد اكل وبعد اطلع العب. يلا خلي اقعد. ايه صار رجعت من الغابه وجبت اكل وياي يعني كل جوعانه. يلا بس خليني ارجع البيت مالتي. بس ها شنو ايش قاعد اشوف ها كلها ورقه. زين شمر هذه منو شمر هذه ورقه انا ببيتي. بس يلا اوكي شوف الاقرا. شنو الملك محتاج مربيه. يلا مستحيل هذه فرصتي. اي طبعا اقدر اروح الملك واقول له انا راح اصير مربيه. طبعا انا لازم انتقم من هذا الملك الشرير مثل ما قدر يقضي على عائلتي انا لازم اقضي عليه. زين ايش راح اسوي؟ يلا اوكي هسه لازم ادخل البيت واحط هذا الاكل. زين اذا ما قبل يشغلني شو راح اسوي؟ صحيح انا عرفت شو راح تشوف وياه راح اقول له اني فقيره واني محتاجه فلوس حتى ما عندي فلوس اشتري اكل. قام تقدرح القور علي ويخليني اصير المربيه. يلا اوكي هسه خليني ادخل بعد احط الاكل وبعد اروح القصر مال الملك. يلا ساني وصلت. يلا اوكي المفروض كل الاكل عندي موجود وبعد اروح الملك. يلا خل استعجل. ايه هسه قربت القصر يا معقول راح تحقق حلمي وانتقم من هذا الملك الشرير. اي طبعا انا مستحيل اسكت له لان مثل ما تخلص من عائلتي انا لازم اتخلص من عنده. يا ساني وصلت. يكون زين بعد يلا اوكي خليني اروح وادق الباب. اكيد هسه من راح يطلع لي الملك ما اعرف. ادق الباب واشوف من راح يطلع لي. افتح الباب افتح الباب. نعم نعم جيت. شوف من اجى. نعم تفضلي. شوف مرحبا يا ملك انا جيت لان سمعت انت محتاجه مربيه يعني انا اقدر اصير مربيه بس انا كلش فقيره ارجوك ساعدني وخليني اشتغل هذه الشغله. يعني انت جيتي تصيدي مربيه. تعالي تعالي تفضلي. بس انت ليش شكلك يختلف عنا؟ مو تعرف ان انا فقيره يعني حتى دورة اكل ما القي فصدقني انا من الفقر اجي صرت. من الفقر صرتي؟ اي طبعا طبعا. ارجوك يا ريت لو شغلني وانا راح اتني باولادك واهتم بيهم يعني مثل ما هم اولادي. لحد كله زين بس باع اسمعيني زين انا اريد احد يهتم بيهم ويسوي لهم الاكلات ويسوي لهم الحلويات كل شيء يريد ينفذ لهم. اوكي هاي كل زين انا موافقه يعني اقدر اليوم اداوم. اوكي اوكي انا اليوم عندي سفره لازم اروح الغير مدينه واذا انت تريدين من هسه تشتغلين تقدرين من هسه تبدين بالشغل. اي كل زين انا يا ريت لان تعرف محتاجه فلوس كل شويه يعني هسه توافقت مو صح مو صدقي. اي طبعا طبعا انا موافقت. اي كل زين والراتب راح انطيك 20 دايموند. اي كل زين انا ما اهتم ايش قد ما تطيني تعرف انا فقيره ومحتاجه فلوس كل شويه. اوكي اوكي لحد يلا هسه مولادي موجودين فوق انا صراحه اطلع. اوكي اوكي يا سوني طلعت بس واخيرا عثرت على هاي المربيه ومبين عليها مره كبيره واكيد راح تعتني باولادي بس ما اعرف ايش شكلها غريب. على العموم بس اكيد اولادي راح يفرحون لان راح يجي احد يسوي لهم الاكل وراح يعتني بيهم. بس انا لازم اطلع حتى قلت لاولادي اذا جت المربيه انا راح اطلع الغير قريه لان عندي شغل ولازم اكمله. يلا خليني اروح على السريع.
ايوه سوني كلش فرحانه، حتى مصدقه نفسي ان الملك وافق علي ان كل مربيه لاولاده. زين شو اسوي؟ بس لازم انفذ الخطه مالتي، ولازم انتقم من اولادي حتى تصل عبره، يعني مثل ما انتقم من عائلتي وتخلص منهم. بس اجى الوقت المناسب. يلا لازم شو اسوي؟ خلاص ابدا اتعرف على اولادي، وبعدها حتى اخذهم البيت المرعب. يا صوت ما ادري ما موجودني ولا اذا كان واحد موجود. يلا اوكي خلي احكي واتعرف عليه. مرحبا. هاي منو انت؟ شنو ليش دخلتي القصر مالتنا؟ شنو انت ما تعرفني؟ اني مربيه مالتكم الجديده، يعني اني بابا وابوكم وافق علي ما جيت هنا اشتغل. ها انت مربيه بس ايش شكلك يشبه الاشباح؟ شنو يشبه الاشباح؟ ليش ابني ايش تحكي علي؟ اني مره كبيره فهيك شكلي صاير. على العموم زين انت ايش تعرفين تسوين اكل؟ انا قلت لبابا الملك انه يجيب لنا مربيه تسوي لنا اكل وتسوي لنا حلويات، انت تعرفين تسوي ذني الشغلات؟ اي طبعا ابني اني كل شيء اعرف، هسه كل الاكلات اللي تحتاجوها انا راح اسوي لكم اياها. بس ابني وين اختك؟ مو موجوده اختك. ها اختي؟ اختي روني طلعت تلعب بالحديقه وهسه راح تجي. بس يلا اكيد هسه راح تفرح، راح تعرف انه صارت عندنا مربيه وراح تبدي تسوي لنا اكل، وبعدها بعد ما نتعارك على اكل. اي طبعا ابني هسه راح تلاقي اي اكلات تريدوها انا راح اسوي لكم اياها. اوكي كل زين، لا حد خل اروح اصيح اختي واجيبها على السريع. يلا خل اروح اجيبها على السريع. يوه وانا كلش فرحانه. يلا خل انتظرهم بس شو وقت اخذهم لبيتي؟ ما اعرف خل اشوف المكتب المناسب حتى اخذهم. يس انا جيت من الالعاب بس انا كلش تعبت. يلا خل اقعد هنا، هنا المكان كلش حلو. بس هاي شنو؟ جيجي جاي يركض، ايش بيجي جيجي؟ بس ما اعرف ايش يريد. يلا اوكي بس خلي اروح واشوف ايش يريد. اختي رانيا. هلا جيجي. اقول لك بوحي انت ما تعرفين هسه شنو اجى؟ اجتنا المربيه مالتنا. جيجي انت قاعد تحكي صدق؟ جتي مربيه؟ طبعا انا متاكد. بعد جت هسه مره بس هي شكلها ما اعرف يشبه الاشباح، ما اعرف شلون شكلها. يشبه الاشباح؟ او جيجي شنو خوفتني؟ شنو يشبه الاشباح؟ ما اعرف شكلها غريب، بس على العموم قالت انه ابوكم الملك خلوني اصير المربيه مالتكم، بس قالت حتى راح اسوي لكم حلويات واسوي لكم اكل كل شويه، حتى بعد ما نتعارك انا وياك على الكل. جيجي هسه انا كلش فرحانه. لا عاد يقول اوكي جيجي هسه خلينا ندخل البيت ونطلب من عنده تسوي لنا كيكه، شو تقول؟ اي صحيح تسوي لنا كيكه انا شنو عاجبني بعد؟ اوكي تسوي لنا البسكويت انا كلش عاجبني. لا عاد يلا جيجي تعال هاي فرصتنا خلينا نطلب كل الاكلات اللي تعجبنا. يلا تعال على السريع. اوكي اي اختي بس انا حكيت وياها وقلت لها قالت راح اسوي لكم كل الاكلات، قالت حتى راح اسوي لكم كيك واسوي لكم هواي شغلات. شوف شكلها كلش غريب، يعني شكلها مرعب ما اعرف شلون هي. شكلها مرعب. سكتي سكتي اختي لا تسمعي شيء، تعرفين هاي ما اعرف شلون شكلها، بس يلا بكل شيء ما راح تسوي لنا. اي طبعا يا صني المربيه مالتنا. بس بوحي تدري ايش قالت لي هسه قبل شويه؟ ايش قالت لك جيجي؟ بوحي قالت انا انتوا اذا تضوجون بالقصر انا راح اخذكم اماكن كلش حلوه حتى تتونسون بيها وتروحون تلعبون. جيجي زين وين تودينا؟ ما اعرف قالت اكو بيت هي عندها بيت كلش كبير، قالت راح اخذكم للبيت حتى تتونسون هناك. يعني بيتها حلو احلى من بيتنا بهاد؟ ما اعرف تقول بيتي كلش كبير حتى اكبر من هذا القصر، انا ما اعرف بس انا كلش متحمسه اروح لبيتي. جيجي انا معجبني وانا متحمسه. اي طبعا ليه امريت من هذا القصر؟ يعني عاجبني اشوف غير بيوت واشوف غير منطقه، يعني احتمال بيته حلو ما ادري. بس يلا اوكي جيجي يمكن هسه كلمه الكيك. يلا خلينا ننتظرها. اوكي بس بعد اختي ايش قالت؟ قالت ورا ما اكمل الاكل وتاكلون تشبعون راح تاخذنا لهذا البيت. صدق جيجي تاخذنا؟ اي طبعا. يلا خلينا ننتظر يكمل الاكل وراها نروح. اوكي يمكن جيجي راح تجيب لنا الكيك. يلا خلينا ننتظرها. اوكي ايوه جيجي هسه كملت الكيكه بس مو بشكلها كلش حلو. طبعا انا مسويت لها بالبسكيت. يلا خلينا ناكل. اسمع اختي شنو قاعد تضحك هاي؟ تضحك صدق جيجي شنو الضحكه الغريبه؟ ضحكتها كلش مرعبه. بس جيجي شلون قمت كلش اخاف؟ يعني شكلها غريب حتى تصرفاتها غريبه ما اعرف شو تبغى علينا جيجي. هاي صحيح بس ما في شيء تضحك عباك ضحكه الاشباح وانا كلش خوفتني هاي المره. بس اوكي احتمال هي ما تسوي لنا شيء او احتمال هي ضحكته احنا ما نعرف. اي جيجي ما اعرف بس يلا احنا خلنا ناكل. الاكل كلش طيب. يا سوني راح اطلع من القريه وراح اروح ذيك المدينه الثانيه، بس انا قبل ما اروح لازم احكي ويا حارس البرج اريد اعرف ايش صار بخصوص هاي المراه الشريره، احنا ايش قد حاولنا نعثر عليه بس ابد ما عثرنا عليه، احنا عثرنا فقط على عائلته وتخلصنا من عندهم لان كانوا عائله اشرار ودائما يخطفون الاولاد، بس انا مستحيل نسكت لازم نعثر عليه ونتخلص من عنده. يلا سوني خلي اروح احكي ويا حارس البرج بس هياته. يلا خلي احكي وياه. شنو؟ هاي ملك اجي احكي وياي. يا اخي شوف ايش يريد. مرحبا يا قوم. اهلا اهلا يا ملك. يا قوم انا جيت اسالك انت عثرتوا على هاي المراه الشريره؟ ايش قد حاولنا نبحث عليها بس ما عثرنا عليها احنا. شوف احنا اصلا ما نعرف حتى شكلها شلون يصير، بس شوف احنا حتى اتفقنا بالمقريه انه اي مراه غريبه الاطوار راح نراقبها ونشوف، يا احتمال تكون هي المراه الشريره ما ادري بعد.
بس تعرفين ان احنا قضينا على عائلته، عائلة الاشرار، وبقت بس هي، مستحيل تبقى بالمنطقة، لان تعرفين اذا تظل موجودة راح تجيب الخطر لمنطقتنا. شوف اسمعني الاولاد، شوف اسمعني زين يا ملي، انا اتوقع انها هي ما موجودة هنا، احتمال تكون موجودة بالقرية الثانية، لما لقينا اي وجود الها، حتى ايش قد وصلنا الناس، وصلنا القرية كلها، بس ما قاعد يقول اي شيء. اه على العموم هسه انتوا لازم تظلون تبحثون عليها لحد ما تعثرون. اي طبعا طبعا، احنا لازم ايش نسوي؟ نسكت. اوكي يلا سنة، عندي شغل بالمدينة الثانية ولازم اروح على السريع. اي يلا روح. شو راح نسوي احنا؟ احنا ما لقيناها، يعني صدقتك تكون احتمال بهالقرية، يعني احتمال موجودة بهذه القرية اصلا. بس يلا اوكي، خلص عندي برج مالتي وكمل شغلي، يلا خلنا نروح. اي يلا خلنا ننزل على السريع، هسه انا جهزت نفسي وراح تاخذني ذاك البيت. شوف اسمعني، انا كوش خايف. زين ليش تاخذك وحدك؟ المفروض تاخذ اثنين، يعني ليش راح تعرفني ناب البيت؟ هو مش مدين اختي، بس قالت ما يصير اثنيناتكم، لازم واحد يبقى بالقصر، ما يصير اثنيناتنا نطلع. يلا شفت، لازم تسأله، لازم تسأله وتحكي وياها، قول ليش ما قاعد تاخذ اثنيناتنا؟ ها اوكي باعي، انت مو اسمك كروني، انت ليش ما راح تاخذين البيت اثنيناتنا؟ يعني ليش اختي راح تبقى ناب البيت؟ ابني ما يصير، انا لازم اخذ بس شخص واحد، ومرة ثانية هم اجي اخذ اختك. اه بعد سمعتي اختي تقول مرة ثانية راح تجي تاخذك، فانتي بقنا واسرع نروح انا وياها. يلا اوكي جيجي، لا عاد راح ابقى انا منتظركم. اوكي يلا تعالي خلينا نروح. يلا تعالي ابني، بس احنا وصلنا قاعد اشوف هذا البيت الكبير. هذا البيت الي. واو هذا البيت مالتج، بس هذا البيت كلش حلو، بس صاير بعيد عن المدينه، بس اوكي مبين هذا البيت كلش حلو. انت اكيد عائلتك كبيره مو صحيح؟ كل عندك هواي اولاد. انت ما تعرف شو صار بعائلتي، وانا كلش حزينه، انا عائلتي جا شخص شرير وقتلهم كلهم وتخلص معتهم، وقت بس انا وحدي. شنو بقيتي بوحدك؟ اكو شخص شرير قتل اولادك. اي طبعا قتل عائلتي كلها، وانا كلش حزينه، بس انا مستحيل استسلم، انا لازم يجي يوم من الايام وانتقم من هذا الشخص الشرير. انا كنت اخاف، بس يلا على العموم انا بدي اشوف بيتك، مبين هذا البيت قديم بس مبين عليه حلو، انا يعجبني استكشف فيك البيوت. يلا ابني تعال بس احنا تقربنا البيت، خلي اشوف لك اياه، احنا صحيح بيتنا حلو بس يعني ولا هو متروك، بس تريد تهتم. شنو؟ ايش قاعد اشوف؟ هذا سكلتون مو صحيح؟ اي ابني يعني هذا تمثال، يعني لا تخاف من عنده. ما اخاف، بس هذا يجيك البيت، ايش هذا بيتك كلش مرعب؟ لا ابني بالعكس، اصلا بيتي كلش حلو، وانت ما حاجه اصلا تخاف من عندي، لان انا مربيه مالتك، وانا اكيد راح اهتم بيكم، انت ليش خايف؟ اخاف؟ بس انا اول مره اشوف هيك بيت، انا شايف بيوت كل شويه، بس اول مره اشوف هيك بيت، هذا البيت كلش مرعب. لا ابني تعال وياي، شوف خليني اشوفك، عندي غرف فوق كلش حلوه، تعال وراي وراح اشوف لك اياها. يلا تعال تحسد قربنا، ما لك دخل، هنا كلها تماثيل قديمه، ما لك دخل بيها. تعال قاعد اشوف هالغرفه، هالغرفه يمكن راح اعطيك اياها لك، شو تقول؟ انا اخذ هالغرفه؟ اي طبعا، يعني تجون دام تغيرون جو، انت واختك وانا تلعبون شكو بيها. اي صحيح، بس ولو بيتك كلش مرعب، ما اعرف ايش البيت مالتك، بس يلا اوكي هم نجي نغير جو انا واختي نلعب هنا. بس شوف ابني هسه انا كلت جوعانه، لازم اجيب اكل من المطبخ وبعدها ارجع. اوكي ابني. اوكي يلا نخلي ابو عمنا من الشباك. يس اجى الوقت المناسب، بس راح اجيب القفل واقفل الباب علي. بعد ايش راح اسوي؟ صحيح بعد اجيب اختي وهم تخلص معدهم اثنيناتهم، انا لازم انتقم للملك. يلا خذوا على السريع. هي سوني قاعدة باوع منه، بس حتى الزجاج اسود وكل شيء مدى يبين، ما اعرف ايش يجي. بس وش هكلش تاخرت، قالت شوي وراح اجي، ما اعرف وين راحت. يلا خليني اروح على السريع، خليني افتح الباب. شنو هاي باب مقفوله؟ ما قاعد تفتح الباب. زين ليش قفلت الباب؟ معقوله تكون قفلت الباب علي؟ افتح الباب افتح الباب. هسه صار لي ساعة انتظر اخوي وانتظر جراني ولحد هسه ما رجعوا، بس يا جراني قالت انتظريني انا راح اجي اخذك. بس ليش ما اخذت اثنيناتنا؟ قال يشكوا علينا، بس هي تقول نخاف عليكم. ايش راح اسوي؟ اروح البيت هوني؟ صحيح انا عند البيت مالتها، قالت بيتي تقريبا بنهاية الشارع مال المدرسة. بس يلا اوكي اروح هسه للبيت. اي طبعا، اما يصير بعد ابقى انتظر، يعني كل الظل بالي وكلش قلقت على جيجي. يلا كبس من يا جارو. اوكي اروح من هذا الاتجاه. اي طبعا انا لازم اوصل لبيتها، بس ما اعرف اذا قربت. صحيح هي هاي المدرسة وهي قاعدة بنهاية الشارع، كانت قربت. صحيح ذاك البيت، أنا متأكدة، لأن هي قاعدة بيت قديم وحتى بيت كل كبير. بس يلا أوكي خلنا نروح وأشوف، احتمال يكون هذا البيت صحيح، يلا خلنا نروح. وأنا صار لي ساعة أنا وهي قروني ما جيتي فتحتي الباب، بس ما أعرف ليش قفلت علي الباب. بس شنو أنا؟ أنا أكو صندوق، أوكي خليني أفتح الصندوق وأشوف شنو بيه. بس شنو؟ هو حتى الصندوق بيه قفل وما قاعد ينفتح، حتى الصندوق شكله غريب، وهل ليش هيك البيت؟ مال يكون هذا بيت مرعب وبيت الاشباح، انا كل شيء ما اعرف. اي سوني كرت وكملت، بس اجى الوقت حتى اجيب اختي، حتى بعد تخلص معدوم اثنيناتهم. بس ايش قاعد اشوفوني؟
هي ذي اخت جدتي. يقول زين بعد يلا اوكي خل افتح الباب وانتظرها. ايه هسه وصلت البيت، هو ذي بيت جراني متاكده لان هي مثل ما وصفت لي اياه. شو هذا البيت؟ يعني مثل قصر حتى كلش عملاه. يلا اوكي خل ادق عليهم الباب، هسه قد قاعد ينتظروني احتمال يكون نسوني وما قدروا يجوا لي. افتح الباب افتح الباب. وبس هاي شنو؟ احد قاعد يجاوبني، ما كحد معقوله؟ ايش راح يسووني؟ يلا اوكي خش الباب مفتوح. اي صحيح هذا الباب مفتوح، يلا ثاني خل ادخل. بس هاي شنو؟ ياك العب ميه بس ما ادري هاي شنو، يعني معقوله تكون هاي تماثيل؟ بس يلا اوكي خش شوفون اخوي جيجي. جيجي اخوي انت انا موجود، راح القى اخوي ما اعرف، خل اظل اسال واشوف. جيجي جيجي انت هنا؟ شنو هذا البيت؟ يلا راح ادور على اخوي، ما ادري بدي اصعد بكل غرف ابحث بكل مكان. شوف بس وين راح اروح؟ اروح بهذه الغرفه؟ يلا اوكي خل افتح هذه الغرفه واشوف. ايه هسه دخلت هالغرفة، بس هالغرفة فارغة وما بيها احد، حتى جيجي موجود. حتى اسمع صوتها، شنو الصوت؟ جراني لا وانا راسي كلش قاعد يوجعني، هاي جراني الشريرة ضربتني على راسي. بس ليش اسوي هسه؟ لا لا مستحيل، هاي اختي رانيا، رانيا اقعدي رانيا، اقعدي اختي اقعدي اقعدي على السريع. جيجي جيجي هاني وين؟ جيجي هاني وين؟ اختي انتي ما تعرفين، هاي طلعت هاي المربيه جراني، هاي طلعت شريره. شو طلعت شريره؟ وجيجي انا ضربتني على راسي، ما اعرف ايش صار بي. انا يمينه نفسي اسب هذا المكان. جيجي انت وين كنت؟ وشو جيت هنا؟ روح اختي هي مو جايه لهذا البيت، خلتني في الغرفه وسدت الباب، وبعدين جتي علي ضربتني على راسي وجابتني هنا. شنو ضربتك جيجي؟ وجيجي ايش راح نسوي؟ انا كلش خايفه، انا مرده ابقى هذا المكان، احنا لازم نشوف لنا مكان نخرج منه، انا ما يصير نبقى هنا. اسمع اختي تدري انا سمعت؟ سمعت تقول انه انا راح انتقم من عندهم مثل ما ابوهم الملك انتقم من عائلتي. شنو؟ ابونا الملك انتقم من عائلته؟ اي طبعا. جيجي انت متاكد من هذا سمعته؟ اي طبعا انا سمعت، وتقول راح انتقم من عندهم، زين شو حتسوي لنا؟ جيجي انا كلش خايفه، جيجي كلش خايفه، مرد ابقنا، احنا لازم نطلع على السريع، شو خلينا نفتح الباب، افتحي يا باب افتحي. انا حاولت افتح الباب بس ما قاعد اقدر افتحها، هي تقفل البيبان كلهم. جيجي ايش راح نسوي؟ جيجي انا كلش خايفه. اختي انا كلش خايف، بس شو نسوي باعي؟ لازم نشوف حل ونطلع على السريع منا. بس جيجي تعرف ان هذه الغرفه كلها مقفوله وما بي حتى شيء، بعد هذا ما اعرف شنو هذا، هذا يعني معقوله صندوق؟ جيجي بيل سبايدر حتى هو مقفل وبيقفل، زين ايش راح نسوي؟ ايش مدري اختي، يا غراضه كلها مرعبه، ما اعرف شنو هذا البيت مرعب. جيجي شنو؟ تعال تعال شنو ايش موجود؟ تعال تعال خلينا نكسر هذا على السريع حتى بعدها يكون زين. هذا شنو هذا؟ شو جيجي خلنا هذا؟ اوب اي هذا مفتاح مو صحيح؟ اي طبعا هذا مفتاح السبايدر، يعني هو وضعي وكل زين. هسه فتح القفل، خلي بعد شنو داخل الصندوق هذا؟ جيجي شنو؟ الصندوق فارق وش ما بي؟ شنو فارق؟ لحد شو نسوي احنا؟ لحد شو راح نسوي؟ بس جيجي شوف احنا ما طعدنا هذا مفتاح، يعني اتوقع انه هذا راح يفتح الباب. هاي يفتح الباب وش ما ادريني، بس اوكي خلينا نجرب، احتمال يفتح هاي الباب، يلا خلينا نجرب على السريع. اي صحيح جيجي هاي فتحت الباب. بس اطحي صوتي سكتي سكتي. اي صحيح جيجي. ما تسمعنا وتجي على السريع. جيجي صدق شو راح يطلع؟ انا كلش خايفه، وفرض طعدنا مره ثانيه وما انقتلت، نسي شو راح نسوي؟ شنو تقتلنا؟ لا لا بعد خليك وراي، انا راح امشي منها. خليني اشوف على السريع، اي ماكو اي احد هنا. بس بعد. جيجي. بس لازم مين نهرب؟ لازم نشوف الباب ونهرب من عنده. اي طبعا جيجي، يلا اوكي بس شلون؟ نتوزع كل من المكان؟ لا نظل سويه. لا لا نظل سويه، لا تعرفين، احتمال هاي تغدرنا، لازم ثياب نسوى حتى نقدر ندافع عن نفسنا. يكون زين. بس جيجي، اكون هم سبايدر، بس هذا مقفول هذا الصندوق، زين ما طلع عندي هذا مفتاح مال سبايدر، خل احاول افتح بيه. ايوه. يكون زين. جيجي، هذا بمفاتيح وبمفتاح. بي سيف سيف اعطيني سيف هون يا قاتل، تعرفي اني كلش قوي. يقول زين وجيت تاخذ السيف وانا امشي وراك. اوكي جيجي اوكي اوكي زين، تحس وين راح نروح؟ انا متاكد يا الباب قفلته. اي طبعا هي ما تريد نطلع من البيت. شو راح نسوي جيجي؟ نفتر بكل غرف وندور، احتمال راح نلقى مكان نهرب منه. اوكي اوكي لحتى تعال خلينا نشوف هالغرفه، تعال على السريع. يلا يلا جيجي الباب مفتوح. بس ها جيجي ماكو صندوق، هذا الصندوق يحتاج اني قفل. اوكي انا عندي هنا قفل، اوكي خليني اجرب هذا القفل وهذا ما يرهم، خليني اجرب الثاني. ما قاعد يرهم جيجي. شوف هذا المفتاح يا هذا الاخير. صحيح جيجي انفتح. يلا اوكي خليني اشوف جيجي. هاي اكو ليفر وهم اكو سيف. شنو اكو سيف؟ يكون زين حتى نقدر ندافع عن نفسنا ونقتل. اي طبعا اذا تواجهنا عندنا سيوف. يلا تعال خلينا نطلع. بس بعد شنو اكو بعد؟ زين وين راح نروح هسه؟ جيجي ما ادري، يعني نقدر نواجه جيجي بهالسيوف، بس ما اعرف احتمال تكون هي كلش قويه واحتمال تقتلنا ما ادري. اي صحيح كلش شريره وعائلتها ذولا ما اعرف يخوفون، احتمال تكون كلش قويه، واحنا تعرف احنا ما متدربين على السيوف، يعني احنا مو اقوياء. اي بس يلا اوكي ما يخالف، تعال هسه خلينا نبحث بالطابق الفوق وبعد ما نكمل نبحث بالطابق الثاني الجو. اوكي؟ اوكي اوكي. يلا تعال هالجهه. اوكي اوكي. اي يلا سوني خليني اروح.
بس اكيد الاولاد قعدوا ولا ماني حطيت لهم مفتاح مال الغرفه، بس حتى راح يطلعون من هذا البيت، انا البيت موجود كله قفول وحتى بي الغاز كوشو وايه، ايش قد ما يحلون هاي الغاز مستحيل راح يقدروا يطلعون من هنا. زين شو حسوي هسه؟ يلا اوكي هسه خلص عد وابحث عنهم وبعد اضحك عليهم، اكيد هسه راح يخافون من عندي. يلا خلص عد. يلا جيجي هسه تلقي شيء. لا لا اختي باعي هالبيبان كله مزوده وقد بس هاي الباب. يلا جيجي افتح خلني اشوف. والباب ما مزوده بس بعد حد مين راح نروح؟ شو راح نروح؟ جيجي قاعد تسمع تقول وين عيونك وش خايفه؟ صحيح هاي كنت قاعد تبحث عنه. اوكي اوكي بعد خلي راقبه هاي صعدت من هناك وراح حق الغرفه مالتنا. جيجي شو راح نسوي؟ بابا خلي نواجه، احنا عندنا سيوف ولازم نواجهه. شنو؟ لا لا جيجي مستحيل انا كلش اخاف. لا مستحيل اواجهه، اذا تريد تروح واجهه وحدك. شنو واجهه بوحدي؟ واحتمال تتغلب عليه وانا كلش اخاف. شو حسوي؟ خلينا نهرب ننزل جوا ما زال يصعد دخلت الغرفه مالتنا. اه جيجي يعني ستيش تقول؟ اي طبعا اختي باهي سي دخلت الغرفه لازم هسه نهرب وننزل على السريع. يلا جيجي خلينا نستعجل على السريع وبطلع بوجهنا واحتمال تضربنا مره ثانيه. يلا خلينا نهرب. يلا بس فرح شو نسوي؟ اوكي اوكي خلينا نفتح الباب على السريع. يلا يا باب افتحي افتحي افتحي. نسوت الباب. اوه جيجي الباب مقفوله. ايش راح نسوي؟ ما اعرف لازم نشوف لنا مكان. بس هسه شنو انا؟ هاي كنا انا دبليو سي. شنو رايك نختي داخل الحمام؟ يلا اوكي تعال تعال قبل لا تشوفنا. يلا اوكي خلينا نفوت وسد الباب. اوكي اوكي بس انا سديت الباب همزين حجينا للحمام بس ما اعرف وين راح نروح هسه. اوه جيجي انا كلش خايفه. اوكي خلينا نشوف اذا هي راح تبغى المكان. احنا نطلع من الحمام نختي بغير مكان ثاني. شنو اختي وين نزلت؟ ما اعرف شنو كنا. جيجي وين نزلت؟ اي تحت تحت اختي. بس شنو؟ هاي كله افتح جوا لانه فوره. جيجي شو راح اسوي؟ جيجي تحت تحت اختي تحت انزلي تعالي. يلا جيجي هسه راح انزل. بس شنو؟ لا ضفدع ضفدع. جيجي هاي شنو ضفدع الفور؟ جيجي شو راح اسوي؟ اوه لا اختي باعي احتمال من المهرب لازم نهرب على السريع من هنا. صح جيجي هاي من الممر. زين شو راح اسوي؟ اوكي جيجي راح اغمض وامشي واركض. يلا اوكي راح اغمض بعد كل شيء واشوف. يلا لا اقفزي اقفزي كفار اقفزي. اه اوكي انا قاعد اقفز. ايوه جيجي اي صحيح هاي الفور كله قاعد يركض وراك. جيجي ضفدع شو راح اسوي؟ جيجي انا كلش خايفه. اقول باعي هو احتمال هذا نهايه الممر راح نهرب من البيت. بعد يلا جيجي خلينا نركض على السريع بكير راح نوصل. احنا وصلنا. بس شنو؟ شوف جيجي هذا ممر مسدود. شنو مسدود؟ لا لا يعني احنا نزلنا وبالمجاري بالاخير مسدود الممر. يلا خلي احاول افتح الباب. ساعدوني ساعدوني ارجوكم ساعدوني. اختي ماكو احد يعيش احد يعيش بالمجاري. من تصيحين انتي ساعدوني؟ ايش اسوي جيجي؟ اقول بلكي احد يسمعنا وينقذنا من هذا المكان. لا انتي خاف اذا صحين احتماليه تسمعنا وتجي علينا. شنو تسمعنا؟ وجيجي بس ما اعرف ايش راح اسوي. بعد راح نرجع نفس المكان. اي طبعا اختي لازم هسه نرجع نشوف لنا غير مكان. يلا خلينا نرجع على السريع. يلا يلا امشي. يلا جيجي هسه صعدت. يلا تعال وراي على السريع. يلا استعجل استعجل. اوكي اوكي سوري جيت بس بعد اختي هاي نام طلع ماكو ممر لحد هسه وين نروح؟ ما اعرف جيجي شوف لازم نكون حذرين. خلينا نبقى هنا الى ان يجي وقت مناسب تطلع بغير مكان واحنا نروح الغرفه ونستكشف. شنو ظلينا؟ احتمال فرضية جت الحمام راح تشوفنا قدامها. شنو تجي الحمام وجيت تتوقع انها تسبح؟ لا هي قراني اصلا شكلها كلش مقرف ومتاكده حتى ما تسبح. اي صحيح حتى قاعد اشوف هذا المي نظيف يمكن ابد مسافه. بس بس يلا جيجي اوكي خلينا نبقى ننتظر وقت مناسب وبعدها نطلع. شو تقول؟ ها بكيفك. اوكي اوكي اختي. يس انا قد بحثت بالبيت بس ما لقيت الاولاد. بس هم متاكدين هم مختبئين لان يخافون من عندي. حتى ايش قد يحاولون ان يبحثوا عن مكان مخرج مستحيل راح يقدرون. يا اصلا البيت كله مغلق. بس يلا ساني كلش تعبانه اروح لغرفتي ارتاح. يلا اوكي هسه وصلت الغرفه. يلا خسد الباب بعد اروح انام. ها جيجي اختي باعي هسه انا سمعت انه راحت لها الغرفه وسدت الباب. شو رايك هسه اذا نطلعي طبعا؟ كل زين هي فرصتنا جيجي. لا ما افتح الباب جيجي بس على كيف على كيف لازم نطلع صوت حتى ما تسمعنا. اي كافي كافي بس تحجين خاف تسمعنا. اوكي فتحت الباب. بس طلعنا بعد وين نروح اختي؟ بعد لازم نشوف صناديق بلكي تكون بيها مفتاح حتى نطلع من البيت. يلا تعال جيجي شوف الصندوق شنو بيه. وجيجي هذا صندوق فاره. زين شو راح نسوي؟ تعال تعال باي انا شفتك صندوق هنا. تعال هذا الصندوق. خلنا نفتح هذا الصندوق. يلا لا هذا وحش الصندوق. اوكي خلنا نختله. موت موت يا وحش موت موت. يلا جيجي اقتل هسه. اوكي اوكي يلا خلنا نختله. اوكي اوكي اسرع. اي موت بس جيجي شنو؟ انا خراف صحيح اني حتى اكل ما بعرف شنو شغلات تكون شوية. بس يلا اوكي خلنا ناخذ هذا الجزر اللي السنه كلها جوعونه. يلا يلا خلنا ناكلها. بس بابا اختي تعالي هسه لازم شو نسوي؟ تعالي خلي ذني الغرف خلينا نشوف بالك اكو فيها باب. اوكي سجينا من هنا وهذا نال المطبخ نال ماكو شيء. اي صحيح بس شو الجمجمه شو؟ هاي بيها تفاح وبيها سكين. اوكي خلنا ناخذ تفاح وهذا السكينه ويا خاف احتاجها. بس يلا كل الزين. زين شو راح نسوي جيجي؟
باي باي، بقى وحدنا ذيك الغرفة وبقى وحدنا وين؟ أنا ما أعرف، بس هاي الباخ نتشوف من عنده، والله بعده مسدود الباب. إي طبعاً جيجي أتوقع إنه راح تفتحها، أكيد ما راح تفتحها. زين شو راح نسوي بعد يا جيجي؟ وما أدري، أنا كلش تعبت، بس بعد شو نسوي أختي؟ لازم نشوف نفس المكان ونهرب على السريع، بعد ما يصير نبقى بهذا البيت. إي طبعاً، ما يصير نبقنا بعد. يا سون رجعت وكملت شغلي على السريع، يلا خلي اروح اشوف اولادي، بس اكيد مو مشتاقين لي، حتى انا اشتاقت لهم. يلا خلي اروح افتح الباب. يا اولاد جيجي رانيا وينكم؟ هو شو ماكو حد يجاوبني، حد وين راحوا الاولاد؟ معقول يكون طالع من البيت؟ بس انا قلت لهم لا تطلعون. يا اولاد جيجي رانيا وينكم؟ صحيح ماكو حد بالبيت، بس معقول يكون طالعين؟ لا مستحيل، ولازم ابحث عنهم، لاني قلت لهم انه ما يصير تطلعون، حتى جبت مال المربيه وقلت لها تظلون داخل القصر وما تطلعون ابد. شو سواني؟ لا لازم اروح ابحث عنهم، يلا روح على السريع. هي وسط القصر، ولازم اعطي خبر الملك، اقول انه عثرنا على المراه الشريره، حتى عندنا صورته وعندنا معلومات احنا كل شويه. اي هذا الملك، يلا خلينا نحكي. يا اولاد يا اولاد. يا ملك يا ملك. نعم يا قوم. جيت وجبت لك هذه المراه الشريره، هذه صورتها. صوره المراه الشريره. اي طبعا احنا عرفنا عنها معلومات، واحنا لازم نخلص من عندها على السريع. هاي كل زين، اوكي خليني اشوفها، احتمال انا شايفه. لا مستحيل، هاي المربيه مال اولاد مالتي. المربيه مال اولاد؟ اي طبعا. لسه موجوده؟ لا اساني رجعت، لقيت امي موجودين، انا متاكد اخذتهم. زين وين راح نبحث؟ بس لازم نبلغ كل الجنود انه يبحثون عنهم باسرع وقت. إيه يلا تعالوا على السريع. نبحث كل القريه، يلا خلينا نروح. وجيجي بس احنا صارنا هواي قاعدين هنا، احنا ما يصيرش نبقى، لازم نبحث عن المخرج على السريع قبل التقعد. اي صحيح، احتمال راح تقعد من النوم لحد. يلا تعالي اختي، واحنا لازم نبحث في الصناديق، احتمال نعثر على المفتاح حتى نهرب على السريع. وجيجي هنا ماكو، بس ها شنو؟ هذا مقفول، بس اوكي هذا المفتاح هنا موجود كل زين. اوكي خليني افتح. شنو؟ هذا المفتاح، هذا مفتاح ايرون، بس ما اعرف هذا يفيدنا وما يفيدنا. مفتاح ايرون، بعد ايش راح نسوي بيه؟ انا كل شيء ما اعرف. زين باي، لازم نصير نبحث هنا، لازم نعثر على مخرج، لازم نشوف هذا المفتاح مال اي بوابه. جيجي وين اختي؟ فين جيجي؟ شنو اختي؟ شنو هذا المكان؟ وين احنا؟ هاي يكون مكان سري هنا. اي صحيح، وش هذا المكان السري؟ ما اعرف شنو بي، بس شو جيجي موجود هنا؟ اوكي خليني اشوف هاي شنو، هاي خليني اخذاني. يلا اوكي، بس هاي شنو؟ اوكي بلا شوفي. جيجي صار شكله كل شيء ضحك، بجيجي احنا ما يصير نضحك، انت تعرف سمو وقتها، بس لازم نبحث عن مخرج. اوكي يا صين زعته، لا تعال على السريع تحب على اختي، زين وين نبحث؟ تعال اوكي خليني اشوف هذا الصندوق، هذا احنا شفناه ما بشي مو صحيح. جيجي ما بشي، بس هاي شنو جيجي؟ تعال يلا خليني اكسرها على السريع، انا اكو ناوي يمكن مخرج ما ادري، يلا خليني اكسرها. بس جيجي اختي اشوف هسه انا عند الليفر، ولقيت هذا الليفر وخر، بس شوي بخر عن طريق. اوكي كل الزين لقيت هذا بالصندوق. يا سلام فتحي. يلا خلينا نسير على السريع، بس وقت هذا وين وين نروح؟ جيجي ما اعرف، بس اوكي خلينا نستكشف ونشوف راح يودي هذا الطريق. اوكي يلا تعالي. واو هاي كنا انا قارب. جيجي حنطلع على هذا المكان، انت متاكد؟ يلا تعصعني وراح على السريع. يلا جيجي انتظرني، يلا جيجي خلينا من هذا المكان على السريع. يس احنا جينا هنا، بس بعد اختي لازم نروح نبلغ بابا الملك حتى يجيب جنوده ويحتقرون هاي المجرمه الشريره. جيجي بس شوف جيجي انا حتى هسه خايفه، لازم نروح من هذا البيت عن يصير كلش بعيد عني. اي طبعا يلا خلينا نهرب، يلا تعالي. يلا امشي. شنو؟ انا سمعت الصوت، بس شنو الصوت هذا سمعته؟ لا مستحيل، يعني قدروا يحلون اللغز ويهربون من البيت، شو راح اسوي؟ انا مستحيل استسلم، لازم ارجعهم لهذا البيت وانتقم من عندهم. اي طبعا لازم افكر بخطه ثانيه. يا سوني جو الاولاد وعرفت مكان الشريره، بس انا ما راح اسكت هالمره، لازم اروح اتخلص من عنده. يلا خلي اروح على السريع. يا سوني وصلت، هم زيناني اطمئنيت على اولادي، قدروا يهربون من هالشريره، حتى دلوني المكان، وسوني وصلت البيت، بس انا مستحيل هالمره اسكت، هالمره راح انتقم من عنده، راح احرق البيت حتى اتخلص من عنده. يلا خلي اشغل النار على السريع. ايوه جيجي بس انا كلش فرحانه، وحتى انا مو مصدقه طبعا اني قدرنا نتخلص من قراني. انا فرحانه اختي، لان طبعا قدرنا اني اجي نتعاون ونهرب من البيت سوا، حتى بلغنا باب الملك وراح اتخلص من عدد. ولهنا حبايبي وصلت الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه، نلتقي فيديو جديد، مع السلامه.